السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم بوتينا شانيل. اليوم جيت نقدم لكم لي ميني همبرغر. كيشوف بلاطو ديال السالي في لي زانيفرسير ولا الغوت ديال العيال ولا كيجيو رائعين في المذاق. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. المهم المقادير، كنستعملو هنايا 500 غرام ديال الطحين الفورس، 4 كاس ديال الزيت تورنوسول، وربع معالق صغارين ديال الحليب بودرة، والملحة والسكر. هنا استعملت 3 معالق صغارين، والخميرة ديال العجين 7 دالغرام. غنحتاجو عاوتاني معلقة كبيرة ديال الزبدة. كنشبو واحد الكاس كنعملو فيه الخميرة ديال العجين، كنضيفو عليها السكر والماء دافي، كنخلطو المحتويات وكنغطوها بواحد بابي سلوفان حتى كتفاعل مع بعضياتها الخميره، كتنفق ما كتبقاش يعني كيتضاعف الحجم ديالها. كما كتشوفوا هنايا، انا استعملت هنايا الاله ديال العجين اللي متوفره له شي قدره يعجن بيدو، كتغربل الطحين 500 غرام بالضبط. عندكم مقادير مضبوطه باش ينجح معكم الخبز ديال الهامبرغر. كنضيفوا عليها الملحه، انا هنا استعملت 2 معالق صغارين، واللي متوفره له شي الحليب البودر يعني نيدو يقدر يستعمل يعجن بالحليب في عود المدافي. 4 كاس د الزيت كنضيفوه عليه على الطحين، نكبو الخميره ديالنا مع السكر اللي تفاعلت. كيما كتشوفو هنا تضاعف الحجم ديالها. وتقريبا استعملت 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال المدافي كنعجنو به، كنحصلو على واحد العجين مرخوفه. المهم كتجمعنا شويه واخا كتبقى تلصق شويش. كما كتشوفوا هيدا زدت عليها واحد معلقه كبيره ديال الزبده بحال هاد المطبخ، كنعاون نعجن العجين ديالي. كتجي مرخوفة بهاد الطريقة هادي، كتجي فاتية ما كتجيش قاصحة العجينة باش كيجي مفشفش. صافي قطعت دويرات هنايا صغارين اللي عندو ميزان يكون فيها 20 غرام. وهنا استعملت شوية ديال الحليب، واحد البيضة، والقليل من تقريبا معلقة صغيرة ديال صوص الصوجة اللي كتعطيهم ديك اللون. صافي كنبقى ندهن الخبز ديالي ونضيف عليه الجنجلان. الى ملي تبقى تنفخ لكم الخبز يقدر ما تجيكم شي يعني فيها اللون كامل، كتخرجوها عاوتاني كتعاودوا تدهنوها وكتدخلوها الفرن. الفرن ديجا كان عندي مسخون بدرجه الحراره 200 دوغري. صافي كنخليهم يطيبوا حتى كيتحمروا لنا. سيرتو العيال الصغارين كيحماقو على لي همبرغر، كتجي في لي زانيفرسير، كتجي مع في بوفي صالي، كيجي الخبز ديال الهشيش وهو أكثر من رائع. صافي أنا متوفرليش شي سيريال ولا يعني الزرع باش نزوق بها الخبز ديالي، توفرلي الزنجلان هو اللي عملت. صافي دخلت الفرن درجه الحراره 200 دوغري عفوا. ونمرو دابا نعدلو واحد لاصوص ديال لي راجينو. انا استعملت هنا كورنيشو قطعته رقيق، واحد البصله عاوتاني قطعتها رقيقه، استعملت الموس ومن بعد استعملت هذه القطاعه هذه. كنقطعوهم فريمون رقاقين بزاف بالطريقه هذه كيفما كتشوفوا. كنعملوهم فواحد الطاوه، كنضيفو عليهم المايونيز. وانا هنا استعملت لاصوص د برازيل، تقدروا تعملوا مايونيز ولا صوص معاها
هي من الاحسن كتجي مايونيز والموطرت ما توفرليش تقادات لي صافي. كنخلطو البصل ديالنا مع الكورنيشو لي صوص وكنحطوها جانبا. هاد لاصوص كتعطيها مذاق رائع. نستعمل الكفتة على حسب الخبز اللي غادي تعمرو. تقدروا تستعملوا تخليوا نفس الكميه ديال الخبز في المجمد ما كيوقع على حتى شي حاجه في لابواط ولا في بابي ديال البلاستيك ديال الثلج. صافي هنا استعملت الملحه وسكينجبير وفلفله حمراء والابزار والكمون والخرقوم. صافي عجنت خلطت الكفته ديالي صافي هنايا خلطتها طلقتها ب غير بالمعلقه وقطعت الدوائر شويه كبارين على الخبيزه حيت الكفته ديال البكري كتجمع ملي كطيب ما كتبقاش كبيره. ولا بغيتو تستعملوا الكفته ديال الدجاج كتجي حتى هي مزوله على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق ديالكم اللي كيعجبكم. صافي سخنت الزيت هنايا قليت الكفته ديالي الخبيزات قطعتهم بالموس حليتهم كيجي خفيفه من داخل هشيشه بزوله. صافي عملت فرماج وفرماج شيدر وصافي كندهن الخبز ديالي بديك لاصوص كنزيد عليها الخس والكفته وبيان سور كنزيد الفرماج اللي قطعته على ربع على حساب الهامبورغر صغاري. صافي عملت كوردون وزوقتها بالفرماج وكورنيشو كتجي بهاد الطريقة هادي. كتجي رائعة. كنتمنى تجربوا الوصفة ودعموني بلايك ولي مشاركشي معايا في القناة ديالي شارك بارطاجو مع الأهل ديالكم باش تعم الفائدة. وإن شاء الله تنجي فيديو آخر.